السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنشرح منهج كونكت بلس كي جي 1 الترم الثاني، وأول وحدة فيه هي يونت 5 أو الوحدة الخامسة at the toy factory، يعني في مصنع صناعة اللعب، في مصنع اللعب. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معاك الكتاب يكون معاك كشكول تكتب فيه وتذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين ده الكوفر بتاع يونت 5 at the toy factory. at في the toy اللعبة، factory مصنع، توي فاكتوري مصنع اللعب، at the toy factory في مصنع اللعب. وهنا بيزي بي بتقول لك listen and find. فزي ما احنا شايفين قدامنا ده مصنع اللعب، وطبعا ادي الماكينة اللي بتصنع الاجزاء بتاع كل لعبة، واللعب بتتصنع من الوود الخشب ومن البلاستيك، البلاستيك طبعا، وفي لعب بتتصنع من الميتال او من المعدن. فاحنا شايفين قدامنا مجموعة لعب ومجموعة اشخاص، حتى اللي بيصمم اللعب وقاعد بيرسم شكل كل لعبة قاعد وبيشتغل، واللعب في شكلها النهائي وهي في الصناديق بتاعتها المختلفة. وزي ما احنا شايفين كمان في لعب بتتصنع من القماش او من الفابريك. ففي مواد بنستخدمها في صناعة اللعب اسمها الماتيريالز او المواد. الماتيريالز دي ممكن تكون وود يعني خشب، بلاستيك طبعا زي ما احنا عارفينه اللي هو البلاستيك، ميتال يعني معدن، وفابريك يعني قماش. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ودي بيج نمبر 3 او صفحة رقم 3، وهنا بيقول I share my toys يعني أنا بشارك. أنا أشارك my toys اللعب بتاعتي my toys. وطبعا بيزي بي بتقول لنا هنا read and say. read يعني اقرأ and say وقل. فطبعا زي ما احنا شايفين قدامنا مجموعة من أصدقائنا في الصور بيتشاركوا مع بعض اللعب بتاعتهم. ففي صديقتنا هنا بتقول My doll is made of fabric يعني العروسة بتاعتي made of fabric مصنوعة من القماش. My doll is made of fabric العروسة بتاعتي مصنوعة من القماش. هنا صديقتنا بتقول My balls الكرات بتاعتي are made of plastic مصنوعة من البلاستيك. My balls الكرات بتاعتي are made of plastic يعني مصنوعة من البلاستيك. وطبعا زي ما احنا شايفين قدامنا يا اصحابي made of يعني مصنوعة من، وطبعا الدول علشان هي حاجة واحدة بنقول عليها is تكون للحاجة الواحدة هي is. لكن لما بيبقى عندنا أكتر من حاجة في اللغة الإنجليزية بنقول عليها are يكونوا. يبقى made of مصنوعة من، و is بتيجي مع المفرد مع الحاجة الواحدة، و are بتيجي مع الجمع مع أي مع الحاجات اللي هي أكتر من حاجة واحدة. وطبعا المواد اللي مصنوع منها اللعب هنا هي فابريك يعني قماش، بلاستيك يعني بلاستيك. وصديقنا هنا بيقول My cars السيارات بتاعتي are made of metal يعني مصنوعة من الميتال اللي هو المعدن. ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج نمبر 4 أو صفحة رقم 4، وعنوانها It's made of wood
It's made of wood. إنها مصنوعة من الخشب. Wood يعني خشب. وهنا بيزي بي بتقول لنا listen استمع then read ثم اقرأ. Listen then read. في صورة plane جميلة، في صورة طيارة جميلة، فمكتوب تحت منها the plane الطائرة is made of wood مصنوعة من الخشب. الطيارة دي يا أصحابي مصنوعة من الخشب زي ما احنا شايفين، فهو كاتب تحت منها the plane is made of wood الطائرة دي الطائرة مصنوعة من الخشب. طب هنا الصورة بتاعت البوت الجميل ده، البوت أو المركب الجميل ده، مكتوب تحت منه the boat is made of paper المركب مصنوع من البيبر، البيبر اللي هو الورق. The boat is made of paper المركب مصنوع من الورق. طب السيارة الجميلة اللعبة دي مكتوب تحت منها the car السيارة is made of metal مصنوعة من المعدن. The car is made of metal السيارة مصنوعة من المعدن. طب البايسكل الجميلة دي مكتوب تحت منها ايه؟ The bicycle الدراجة is made of plastic مصنوعة من البلاستيك. The bicycle الدراجة is made of plastic مصنوعة من البلاستيك. والترين الجميل ده مكتوب تحت منه The train القطار is made of wood مصنوع من الخشب، هو كمان مصنوع من الخشب يا أصحابي. The train is made of wood القطار مصنوع من الخشب. وآخر حاجة الباص الجميل ده موجود تحت منه The bus الأوتوبيس is made of plastic مصنوع من البلاستيك. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ومكتوب هنا يا أصحابي What is it made of؟ What يعني ما أو ماذا؟ Is it هي تكون أو هو يكون لغير العاقل، طبعا غير العاقل اللي هو الحيوانات اللي ما بتعرفش تفكر، أو الجماد اللي هي الأدوات اللي احنا بنستخدمها في حياتنا، أو الحاجات اللي حوالينا اللي ما بتتحركش وما بتتنفس وما فيهاش روح، فبنقول عليها it. What is it ما الذي تكون made of مصنوعة منه هذه الأشياء، الحاجات دي مصنوعة من إيه؟ فهنا موجود في البيج دي مجموعة حاجات. أول حاجة الكوبايات الجميلة دي اللي هي الكوبس، فهنا صديقنا بيقول my cups الكوبايات بتاعتي R، وزي ما احنا قلنا R بتيجي مع الحاجات الجمع اللي هي اكتر من حاجة واحدة. made of مصنوعة من glass اللي هو الزجاج. مرة تانية my cups الكوبايات بتاعتي are made of glass مصنوعة من الزجاج. طب في الصورة التانية مكتوب ايه يا اصحابي؟ هو بيقول my chair الكرسي بتاعي، chair يعني كرسي واحد، is لأن هو حاجة واحدة، made of مصنوع من wood يعني الخشب. my chair الكرسي بتاعي is made of wood مصنوع من الخشب. طب في الصورة التالتة موجود my boats المراكب بتاعتي are لأن هما جمع أكتر من واحد، made of مصنوعة من paper يعني الورق. my boats are made of paper المراكب بتاعتي مصنوعة من الورق. وآخر حاجة موجود my pen اللي هي السلة بتاعتي is هنا لأنها مفرد made of plastic مصنوعة من البلاستيك. My pen is made of plastic السلة بتاعتي مصنوعة من البلاستيك.
وزي ما احنا شايفين في حاجات مصنوعة من الخشب، حاجات مصنوعة من الزجاج، حاجات مصنوعة من الورق، وحاجات مصنوعة من البلاستيك. فهنا بيزي بي بتقول لنا read اقرأ and circle، وبعد كده حط دايرة حوالين اللي انت بتقراه. فزي ما هو قال هنا في الصورة الأولانية my cups are made of glass، يعني الكوبايات بتاعتي مصنوعة من الزجاج. فهنا الكوبايات نوعين، في كوبايات مصنوعة من الجلاس وفي كوبايات مصنوعة من حاجة تانية زي ما تكون بلاستيك. فاحنا هنحط سيركل حوالين الكوبايات المصنوعة من الجلاس. طب هنا في كرسيين، كرسي مصنوع من الوود او من الخشب وكرسي تاني مصنوع من البلاستيك، وهو هنا بيقول my chair is made of wood، يبقى هنحط سيركل حوالين الشير او الكرسي اللي مصنوع من الوود او من الخشب. طب في الصورة التالتة هنا بيقول my boats، المراكب بتاعتي are made of paper، مصنوعة من الورق. وهنا في نوعين من المراكب، نوع مصنوع من الورق ونوع مصنوع من حاجات تانية. فاحنا هنحط هنا سيركل حوالين البوتس او المراكب اللي مصنوعة من البيبر او من الورق. واخر حاجة هنا مكتوب my bin is made of plastic، السلة بتاعتي مصنوعة من البلاستيك. وفي هنا سلتين، واحدة من البلاستيك والتانية من المعدن. فهنحط سيركل او دايرة حوالين البن او السلة اللي مصنوعة من البلاستيك. وبكده نكون انهينا البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا. وهنا بيقول لنا يا اصحابي how does it move، how does it move، كيف تتحرك. هنا بيكلمنا عن حركة الاشياء المختلفة. فهنا بيزي بي بتقول look and read، انظر look and read واقرأ. ويجيب لنا هنا كورة وهي بتتدحرج على منحدر او على حاجة زي ما تكون زحليقة صغيرة، ومكتوب جنبها roll، roll يعني يتدحرج roll. واحنا اتكلمنا عن حركة الاشياء واحنا بنشرح منهج ديسكوفر بتاعكو. لو حابين تعرفوا اكتر وتسمعوا اكتر هتقدروا تلاقوا الكلام موجود في الشرح بتاع ديسكوفر. هنا roll زي ما احنا عرفنا قبل كده معناها يتدحرج. والصورة التانية صديقتنا وهي على الزحليقة، مكتوب جنبها سلايد، سلايد يعني ينزلق، ينزلق يعني يتزحلق على جنب من أجناب جسمه. طبعا رول زي ما احنا عارفين حاجة اللي بتتدحرج، هي الحاجة اللي بتلف حوالين نفسها، ما بتتزحلقش على جنب واحد من أجناب جسمها، فده اسمه رول بتتدحرج. طب بالنسبة للحاجات اللي بيحصل لها سلايد، هي بتتحرك فعلا وبتنزلق، بس بتنزلق على جنب واحد او على جزء واحد من اجزاء جسمها، وبنقول عليها سلايد، سلايد يعني ينزلق. وبيزبي في الجزء الثاني بتقول read اقرأ and circle، وضع دائرة حول the correct answer، الاجابة الصحيحة. وهنا بيقول لنا the ball، الكرة، rolls بتتدحرج، slides بتنزلق. البول بيحصل لها ايه يا اصحابي، بتتدحرج ولا بتنزلق؟ بيحصل لها رولز ولا بيحصل لها سلايدز؟ شاطرين. ابول رولز، رولز يعني بتتدحرج لانها بتلف حوالين نفسها، ما بيحصل لهاش سلايدز لكن بيحصل لها رولز. طب هنا بيقول a pencil، pencil القلم الرصاص، رولز، رولز يعني بيتدحرج، ولا سلايدز، سلايدز بينزلق. شاطرين. البنسل بيحصل له رولز، رولز بيتدحرج لانه بيلف حوالين نفسه، ما بيتحركش على جنب واحد او ما بينزلقش على جنب واحد من اجناب جسمه، فهو رولز. فنحط سيركل حوالين كلمة رولز. طب هنا الكار، اكار رولز ولا سلايدز؟ الكار بقى بيحصل لها رولز ولا بيحصل لها سلايدز؟ الكار بيحصل لها رولز لان العجل بتاعها بيلف حوالين نفسه فهي بتتحرك، فبالتالي بيحصل لها رولز، ما بيحصل لهاش سلايدز، ما بتنزلقش وما بتتحركش على جنب واحد من اجزاء جسمها، لكن العجل بتاعها بيلف فبيتدحرج حوالين نفسه فهي بتتحرك، فالكار بيحصل لها رولز. ونعمل هنا سيركل حوالين رولز. a paper clip، a paper clip
بيبر كليب يعني دبوس الورق، مشبك الورق. بيحصل له رولز ولا بيحصل له سلايدز؟ البيبر كليبس لو حاولنا نزقه ونحركه هيتزق وهيتزحلق وهينزلق على جنب واحد من أجنابه، فبيحصل له سلايدز. هنعمل هنا سيركل حوالين سلايدز. وآخر حاجة أبوكس، الصندوق رولز بيتدحرج ولا سلايدز؟ سلايدز بينزلق. شاطرين طبعا البوكس بيحصل له سلايدز او بينزلق، لان لو حبينا نحركه هيتحرك، بس هيتحرك على جنب واحد، هينزلق على جنب واحد من اجنابه. فهنعمل هنا سيركل حوالين سلايدز ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ولسه بنتكلم يا اصحابي عن حركة الاشياء وحركة الاجسام المختلفة. وهنا بيقول لك بول، بول يعني سحب. لما بتشد حاجة ناحيتك او في اتجاه معين ده بيبقى اسمه pull، pull يعني سحب. or يعني او، push push يعني دفع. لما تزق حاجة ده اسمه push، push يعني دفع. فهنا في نوعين تانيين من الحركة، حركة اسمها pull، pull يعني نشد حاجة، نجر حاجة، نسحب حاجة، وده اسمه pull يعني سحب. وفي حاجة اسمها push، push يعني لما نزق حاجة، لما ندفع حاجة، فده اسمه push، push يعني دفع. وطبعا بتقول لنا هنا busy bee read، read يعني اقرأ. circle and say، ضع دائرة وبعد كده قول الحاجة اللي انت حطيت دائرة حواليها. فهنا طبعا صديقنا هنا بيجر حد تاني من اصحابه في العربية الصغيرة دي، فالمفروض ان هو كده بيعمل pull بيسحب ولا بيعمل بوش بيدفع؟ شاطرين، هو بيجره هو بيسحبه. فهنعمل سيركل حوالين بول، بول يعني سحبه، هنقول بول، بول يعني بنسحب حاجة، يعني هو بيسحب حاجة. طب هنا في الصورة دي صديقنا بيشد الحبل ومكتوب تحت الصورة بول يعني سحب، بوش يعني دفع. المفروض هنا هو بيعمل pull ولا بيعمل push؟ شاطرين، هو هنا بيعمل pull، هو بيعمل عملية سحب. فنعمل circle حوالين كلمة pull وهنقول كلمة pull، pull يعني سحب. طب هنا صديقتنا هنا بتزق العربية الصغيرة دي، وفيها صديقتنا الصغيرة التانية، مكتوب pull يعني سحب و push يعني دفع. هي هنا بتزقها، فده pull ولا push؟ شاطرين، هي بتعمل عملية بوش او بتعمل عملية دفع للسيارة الصغيرة دي. فهنعمل سيركل هنا حوالين كلمة بوش وهنقول بوش، بوش يعني دفع. واخر صورة هنا اصحابي، صديقتنا دي بتزق عربية صغيرة فاضية وفيها حاجات بتاعتها، مكتوب هنا بول، بول يعني سحب، وبوش، بوش يعني دفع. مفروض هنا فعلا هي بتعمل بوش او بتعمل عملية دفع لانها بتزق العربية الصغيرة اللي معاها. فهنعمل هنا سيركل حوالين كلمة بوش وهنقول بوش يعني دفع. ونوصل للبيج اللي بعد كده، ومكتوب هنا draw، draw يعني ارسم. and color، color يعني لون. your toys، your toys يعني العابك. then، ثم بعد ذلك. point، point يعني أشر. and say، say وقول. فهنا طبعا صديقنا بيقول I have a blue car، أنا عندي سيارة زرقاء. blue يعني أزرق، blue يعني أزرق، وcar يعني سيارة. I can، أنا أستطيع. push it، push it إن أنا أزقها. I can roll، I can roll وممكن أخليها بتتدحرج زي ما احنا قلنا بتجري على العجلات بتاعتها. فطبعا هنا في مجموعة ألعاب، احنا المفروض هنرسم لعبة من الألعاب دي او نرسم اكتر من لعبة زي ما احنا حابين، وهنلونها وهنبقى عارفين اللون بتاعها اسمه ايه. وبعد كده هنبقى عارفين اللعبة دي بنلعب بيها عن طريق البوش، البوش او الدفع زي ما احنا خدنا من شوية، او عن طريق البول، البول او السحب زي ما احنا خدنا من شوية. ونبقى عارفين اللعبة دي بيحصل لها رول، رول يعني بتتدحرج، ولا بيحصل لها سلايد، سلايد يعني بتنزلق زي ما خدنا من شوية.
وبكده نكون انهينا اول جزء من يونت 5 او الوحدة الخامسة كونكت بلس كي جي 1. الكلمات الجديدة زي ما خدنا من شوية هي المواد اللي بتصنع منها اللعب، وهي طبعا الوود، الوود الخشب، الميتال، الميتال المعدن، البلاستيك، البلاستيك او البلاستيك، والجلاس، الجلاس او الزجاج. وطبعا عندنا حركة الاشياء، يتدحرج او حاجة بتتدحرج بنقول عليها رول، حاجة بتنزلق وبتتحرك على جنب واحد من اجناب جسمها بنقول عليها سلايد، حاجة بنلعب بيها او حاجة بنزقها بندفعها واحنا بنحركها يعني، فبنقول عليها بوش، بوش يعني يدفع، حاجة بنشدها وبنسحبها في اتجاه معين وبنقول عليها بول، بول يعني يسحب. وبكده نكون عرفنا الجزء الخاص بدرس النهاردة. الكلمات دي أصحابي المفروض نحفظها كويس علشان مهمة جدا. وبكده نكون أنهينا درس النهاردة. لو أعجبك الفيديو أعمل لايك، والأهم إنك تشارك المعلومة مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما إن في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وممكن تفرق معاه كتير، وإنت مش هتخسر أي حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.